في قرية فيلا سان تشيبريانو الواقعة ببلدة أمادريس بدأ 170 طالبا أول يوم دراسي في أقسام أنشئت في حاويات بعد أن تضررت المدارس من الزلزال الذي شهدته هذه المناطق من إيطاليا في 24 من شهر آب أغسطس. أم أحد التلاميذ قالت: هي انطلاقة جديدة بالنسبة لهم، هم يعودون إلى حياتهم الطبيعية وهذا شيء جيد، هو الشيء الوحيد الجيد بعد الكارثة التي وقعت بعد عدد الضحايا الذين أحصيناهم. أما مديرة المدرسة ماريا ريتا بيتوني فقالت: نحن بصدد تحضير عدد كبير من المشاريع التربوية، لن تكون هناك دروس فقط، ستكون المدرسة مفتوحة للجميع ومفتوحة كل يوم، ستكون هناك الكثير من النشاطات بينها النحت والفن والرياضة. المدرسة المؤقتة التي تم بناؤها في حقل من حقول المنطقة تضم 10 فصول دراسية من مرحلة الابتدائية إلى المتوسطة.